السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين النهاردة إن شاء الله السلسلة اللي بدأناها عن أهم الفيتامينات اللي احنا محتاجينها لصحة أجسامنا ومحتاجين تتوفر عندنا داخل بيوتنا. زي ما احنا بنقول فيتاميننا بتاع النهاردة هو ده موسمه وعز احتياجنا ليه. مفيش بيت لو فيه يعني سواء كان فيه شباب أو بنات أو كبار أو صغار أو أطفال إلا ومحتاج ياخد الفيتامين ده ويوفره عنده جوه البيت. فيتامين النهاردة هو فيتامين سي أو المشهور ما بين الناس فيتامين البرد ونزلات البرد والرشح والزكام والإنفلونزا. فيتامين سي أول حاجة محتاجين نعرفها عنه النهاردة، هل هو فعلا العلاج المثالي للتخلص من نزلات البرد ولا لا؟ أول نقطة محتاجين نعرفها عن فيتامين سي إن هو مش هو ده العلاج الأول لعلاج نزلات البرد والرشح والزكام والإنفلونزا، لأن ببساطة فيتامين سي ما بيعملش أي حاجة في البرد، كل اللي هو بيعمله إن هو بيعلي مناعة الجسم وبيقدر يساعده على مقاومة المشاكل اللي بيسببها دور البرد. دي أول نقطة اتفقنا عليها. فيتامين سي الاسم العلمي ليه هو الأسكوربيك أسيد أو حمض الأسكوربيك. فيتامين سي فيه شيء بيميزه عن كل الفيتامينات ان هو مش مفيش في مكان جوه جسمي بيقدر يطلع او ينتج فيتامين سي بنسبة يومية ثابتة، لا فيتامين سي ربنا سبحانه وتعالى خلقهن في حياتنا من مصدرين بس لا ثالث لهما. اول حاجة الأطعمة او الأكلات اليومية، تاني حاجة هو المكملات الغذائية اللي موجودة ومالية كل الصيدلية. علشان كده مهم قوي ان احنا نركز ونعرف ايه هي الأطعمة اللي موجود فيها فيتامين سي بنسبة كبيرة. الخضروات والفواكه، كل الخضروات والفواكه تقريبا متوفر فيها فيتامين سي. على سبيل المثال الفواكه اللي موجود فيها فيتامين سي بنسبة عالية غير المتوقع، اعلى نسبة من الفواكه هتلاقوها في الجوافة. الجوافة فيها نسبة عالية جدا من فيتامين سي، مش البرتقال ومش الليمون، الجوافة فيها نسبة أعلى من البرتقال والليمون. بعد كده بنلاقي البرتقال والليمون والجريب فروت، وما ننساش الفواكه التانية العادية زي البطيخ والشمام والكيوي والمانجا طبعا والتوت بكل أنواعه. دي كلها الفواكه اللي موجود فيها فيتامين سي بنسبة عالية. أما بقى عن الخضروات هنلاقيها في البروكلي وفي الأرنبيت وموجودة عندنا في السبانخ، وأعلى نسبة فيتامين سي موجودة في الفلفل بكل ألوانه. مش هتتخيلوا إن برضو يعني نوع كمان من الخضروات موجود في كل بيوتنا ونسبة الفيتامين سي فيه عالية جدا، وهي الطماطم أو زي ما إخواتنا بيسموه البندورة. الطماطم فيها نسبة عالية جدا من فيتامين سي، ومعانا كمان البطاطا الحلوة فيها نسبة ممتازة من فيتامين سي. عرفنا الأطعمة، نهتم قوي 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 ان انا سفرتي ما تخلاش من على الاقل 80% من الاصناف اللي ذكرناها دي. مهم قوي نعرف ايه هي فايدة فيتامين سي جوه الجسم علشان ابقى انا كل يوم اصحى من النوم ابقى عارفة انا هدفي ان انا بيتي ادي اولادي وادي عيلتي من الفيتامين دوت، علشان اتجنب ان انا ادخل في مشاكل نقص فيتامين سي وما اجريش على الصيدلية. وانتوا عارفين ان احنا بالنسبة لنا اخر اوبشن ان انا الجأ للصيدلية اخد منها مكمل غذائي. فيتامين سي بيعمل ايه جوه الجسم؟ اول حاجة بيعملها فيتامين سي واتكلمنا عنها كتير قبل كده ان هو مضاد للاكسدة. مضاد للاكسدة دي معناها ايه؟ مضاد شيخوخة، مضاد لمشاكل القلب، مضاد لمشاكل الاوعية الدموية، مضاد للتجاعيد، مضاد للخطوط الرفيعة، بيزود رونق وبيقلل جفاف البشرة وبيقلل بصفة عامة كل اثار وكل ملامح الشيخوخة او التقدم في العمر. ده معنى كلمة مضاد للأكسدة اول حاجة. تاني حاجة بيعملها فيتامين سي وبرضو تكلمنا عنها في فيديو الكولاجين، لو لسه حد ما شافهوش يروح ويشوفه، فيديو مفيد جدا وان شاء الله الكل يستفيد منه. فيتامين سي بيساعد على امتصاص، ومش بس كده بيزود وبيحفز افراز الكولاجين جوه الجسم. والكولاجين ده بقى فوائده مفيش مكان الا وهو بيفيد الجسم فيه. ده معناه ان فيتامين سي كمان مفيد جدا للعظام وللمفاصل وللجلد وللأظافر بصفة خاصة. في حاجة مهمة جدا بيتميز فيها فيتامين سي
عن بقيه الفيتامينات، ان فيتامين سي حلو قوي لصحه اللثه وصحه الاسنان وبيساعد على امتصاص الحديد. يعني اللي عنده مشكله في فيتامين سي هتلاقي عنده مشكله في الحديد، عنده مشكله في الكولاجين، عنده مشكله في كل جزء من اجزاء جسمه بسبب ان هو عنده نقص فيتامين سي. فيتامين سي كمان بيعمل حاجه كويسه جدا، اللي هو بيقلل الكوليسترول وبيقلل الدهون الغير صحيه جوه الجسم، فبالتالي هو بيساعد الناس اللي عندها زياده في الوزن، بيساعدهم على انقاص الوزن. الدراسات الحديثه كمان اثبتت ان الفيتامين سي له دور فعال جدا في علاج الامراض السرطانيه وامراض القلب وامراض العين زي الميه البيضاء او الجلوكوما.